Уважаемые дорогие друзья, мы с Аль-Билад газета. Желаю вам успехов всем. Пожалуйста, у нас нет по-русски журнал, только по-арабски, но можете переводить. Спасибо вам большое. عندنا جمعية المتحدثين باللغة الروسية، عندنا ملتقى إن شاء الله بيكون في فبراير القادم، ندعو الجامعات والمعاهد الروسية للحضور إلى البحرين في أسبوع أكاديمي تعرض برامجها. ممكن نفتح حوار أيضا بينها وبين المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين وحتى في دول مجلس التعاون أعتقد، في سبيل يعني تطوير العلاقات الأكاديمية بين البلدين. خلفية تأسيس الجمعية تعود لبدايات توجه الطلبة البحرينيين في 1964 إلى الاتحاد السوفيتي السابق، وانتشروا مع الوقت في معظم المدن السوفيتية بما في ذلك طبعاً جمهوريات الاتحاد السوفيتي، حتى أوكرانيا وأذربيجان وكرغيزيا ودول البلطيق، كلها دول وبيلاروسيا كان في تواجد للبحرينيين. طبعاً الكل كان يطمح من بداية تأسيس السفارة الروسية في البحرين وبعدين احنا سفارتنا في روسيا، هذه كان يعني في بداية التسعينات. صار التوجه نحو جمعية أوسع بحيث مو بس الخريجين، لأن في يمكن هناك جاليات مثلا ناطقة باللغة الروسية سواء روسية أو غير روسية، فذلين ممكن أيضا ينضمون للجمعية. والآن عندنا عدد من الناطقين باللغة الروسية من غير البحرينيين. في البداية حقيقة كانت الجمعية مختصرة على بس البحرينيين، بعدين فتحنا الباب لكل الناطقين باللغة الروسية بحيث أن يكون مقيمين في مملكة البحرين، وبالتالي طبعاً بيصير جهد مشترك بين البحرينيين وبين هؤلاء الناطقين باللغة الروسية. من أهداف الجمعية ومن الجمعية في توطيد وتعزيز العلاقات بين الشعبين والحكومتين. صحيح إحنا مو جهة رسمية، لكن إحنا مثل ما قلنا من المجتمع المدني علينا دور نلعبه. فإحنا الجانب الثقافي مغطينه، زين الجانب الأكاديمي الحمد لله بعد غطيناه، يعني الجانب الاقتصادي إحنا مو بشكل مباشر نلعب دور، لكن يعني لنا دور معين نقدر نساهم فيه. سبق أن إحنا عقدنا دورات، والآن في تفاهمات مع سواء وزارة التربية والتعليم أو الجهات الروسية إنها تدعمنا بمثلاً إمكانيات معينة من مدرسين وكتب وغيره، ممكن حتى أونلاين يعني يصير تدريس اللغة الروسية. إحنا يهمنا أن الجمعية تتطور، نبي نطور الجمعية من يكون في لقاءات مو بشهرية أسبوعية، لكن طبعاً إحنا هذه الإمكانيات ضعيفة حالياً، إحنا ما عندنا دعم حقيقة يعني غير الدعم المعنوي. الدعم المادي مو موجود، واحنا نطمح ان شاء الله ان الجهات المعنيه تدرس امكانيه الدعم للجمعيه بحيث يكون عندنا مقر دائم بنادي روسي، مثل على شاكله النادي البريطاني والنادي النوادي الموجوده يعني تمثل بعض الجاليات. بالنسبه لعدد الناطقين باللغه الروسيه، احنا عندنا طبعا اولا البحرينيين، يعني إذا نحسب البحرينيين من 64 ليوم مش هذه يعني عدد كبير بين 300 إلى 500 حتى من 64، طبعاً العدد كان قليل بدأ يزيد مع الوقت،